هي دابا كتنفخ، شفتو هان شفتو هي كتنفخ شفتو، راه كيجي زوين الصراحة. حبت حلاوة شفت الكتان القدر اللي بغيتو، طحنتها مزيان في مولينكس صافي. دابا نخلطها مع الكوك، حتى هو غادي نطحنها. انتو بالنسبه لواحد الاستيوس اللي بغيتو الكوك باش يطحن لكم مزيان، كديروه في كونجيلاتور تبيتوه بالليل والغد اللي كطحنوه. هي طحنوه باش ما تشي طحنوه بزاف يطلق الزيت. المهم ملي كطحنوه راه كيولي يعني رقيق بزاف بحال الدقيق. صافي غندير هادو بجوج وغادي نزيد يعني بيكنج باودر خميره الحلوه، واللي بغى يدير الملح يدير شويه صافي. وهذا وغادي ندير قشوره القاطونه باش هي اللي كتجمع هذيك يعني بحال النخاله ديال القاطونه كتسمى، هي اللي كتجمع لنا هاد الخليط هذا باش كيجي بحال الخبز نقولوا بحال مخيمرات. ولا نتوما غتشوفوا معايا الطريقه وتشوفوا يعني الشكل اللي غادي ندير. اللي بغى هكا يبدل ينوع اللي دار كي هذاك الكيتو دايت يبدل وينوع، يعني كاين بزاف ما يدار. ها هو هنا درت يعني كيما قلت لكم الكوكو وزرعت الكتان وشويه ديال الخميره ديال البيكنج باودر. دابا غادي نضيف قشور القاطونه، هما هادو راه تلقاهم عند العطار، كنظن في المغرب كاين عند العطار، اما في اوروبا راه كاين سميتو كيلقاوهم هذا في امازون، موجودين في امازون يعني بزاف يعني كاينين. اللي بغاها وكتكون يعني كيلو انا خديتو تقريبا 28 اورو بيو. دابا هادشي غنجمعو بالماء دافي. كما تقدروا يعني هذا ديروا اما اللوز يعني مطحون ولا تشربوا بودره، وتقدروا ديروا حتى الزنجلان تاهو طحنوه حتى هو ديروا تاهو كنديروا مزيان بزاف تاهو للصحه ديالي الكيتو. صافي نبقى هكا كنجمعها. هذيك اصلا ديك القشور القاطونه كتطلق واحد لو جيل اللي باش كتجمع وكتخليها يعني كتجي بحال الخبز تماما، يعني بحال بحال شكل النخاله. الا ما كانش هي ما يجمع لكمش هذا الخليط نهائيا. هنا اضطريت ندير يدي باش نجمع مزيان، ندير لها هكا باش ديك القشور القاطونه تطلق داك لو جيل ديالها. نضيف الماء شويه بشويه تدريجيا حتى كنحصلوا على الكثافه اللي بغينا. انا من بعد نقدر شحال مره كنطلق غير هكا، واخا تكون عشوائيه كنديرها في مقله طفال اللي ما كتلصقش ماشي مشكل. واللي بغا هكا راه تقدري تراسيها تلقيها يعني بالدلاك ما بين هذاك البابي كويسون ولا البلاستيك سوفيريزي، كتلقاها ومن بعد كتراسيوها بالتفصيل باش كتجي هكا دائريه بحال شي خبيزه ولا بحال شي مخمار. شفتو كيجي من بهاد القوام هكا، انتو شفتو كتكون خفيفه شويه. راه هكا تقدروا ديروا خبيزات وتدخلوا الفران بلا ما تعذبوا راسكم. انا نشوف بغيت نديروا يعني بحال شكل الخميره في المقله، ما تنش معايا الحال ودرت الخبيزات في الفران فاصون. عاد هكا كما قلت لكم وديروا كما بغيتوا، هي دير مخيمرات هي تدخلوهم الفران خبيزات، كيجي زوين الصراحه بالاخص ملي كديروا هكا مع الفرماج يعني موزاريلا. حق عندكم الحق تاكلوها حيت داخله في الكيتو دايت. انا داك الفرماج ديال الحلومي حتى هو زويون، ولا الشيدر حتى هو يجي غزال معاهم، ولا زبده بلديه. ها هي قدرت هكا غادي نقرصها. ضفت مع درت هكا باش استعنت بشويه ديال زيت الكوكو ولا زيت العود يكون يعني اكسترا فيرج هذاك مزيان. صافي غندير في مقله طفال ونبقى نقلبها باش تطلع ليا زعما باش تحل زعما. صافي دابا هي شويه نقلبها تضبط راسها من تحت. صافي نقلبها ندير شويه ديال زيت الكوكو نحاول معايا بشويه باش ما تكسريش.
كيجي رطيب. دابا انتما شوفوا شفتوا، كتبقاو هكا هكا باش تحل لكم شويه من الداخل. اربعه تقريبا هذيك، هذوما ثلاثه، ها هما البنات شفتوا كيفاش كيجيو.